الأقل تتهاجم على رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية ما تهاجمتش عليها، قلت على في حصة فارطة صحيح، جبت على التسميات وسألت، جبت على لو ميني غوفرنمون اللي موجود في الواحد، والمستشارين اللي هم عددهم كبير، وخاصة في ميادين اللي هم مش مشمولات رئيس الجمهورية كما الاقتصاد، عنده 3 مستشارين في الاقتصاد. هذا الكل صحيح جبت عليه، ولكن علاش مش من مشمولات؟ خليه يكمل بربي واصل. يظهر لي مشمولات وما مش اقتصادية. الخارجية ولا الاقتصاد هو لو فولي لو بلوز امبورطون في السياسة الخارجية. كيفاش رئيس جمهورية؟ لا هكا 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 نتخالفوا. تو السياسة الخارجية من مشمولات رئيس الجمهورية. خليني نكمل عاد. ما يكونش عنده ان كونسي ايكونوميك؟ معقولة هذه؟ في دولة تريد التنمية والاستثمار؟ نرجع لك باش نعطيك تعقب، تفضل واصل بعجالة. ما قطعتوش. وصار ما بينا وبين السادة المستشارين في رئاسة الجمهورية اون رونكونتر انفورمال زادا صدفة. وقالوا شنو هما طلبات جمعيتكم وشنو كذا، وقالوا لنا انتم ديما تعلقوا على الطائرة نتاع الرئاسية اللي طلبتوا بيعانها. قلنا له صحيح طلبنا بيعانها على خاطر هي ملك تونسير ماهيش ملك رئاسة الجمهورية، وتونسير على أبواب إفلاس ان ديفيسيت نتاع 113 مليار سنة 2011، فيها 8400 موطن شغل، ناس ينجموا يفقدوا رزقهم، فيها زوز طائرات في 3 مارس 2011 مجلس وزراء قرر بيعهم. قلنا كيف سيد الرئيس متشبث بالطائرة هذه، احنا طالبين بيعها انا على خاطر هي مؤسسة وطنية فيها ديز اكسيونير، وتتوفر الصفة في اي اكسيونير حتى باش يقوم بقضية بور ابي دو بيان سوسيو. قالوا لي هاو احنا اتفقنا مع تونسير باش نبدلوا الكونفنسيون. قلت لهم ساعة يلزم هذه الطائرة المؤسسة بيدها عند الحق باش تبيعها من غير ما تشاور حد. ومشينا سألنا حتى الرئيس مش السابق، الرئيس الحبيب بورقيبة الله يرحمه، كيفاش كان يسافر؟ قالوا لنا يا سيدي كيف كان يسافر؟ نحيو 4 الكراسي القدامين نتاع الطائرة، نحطوا له فوتوي كبير نركبوه، وطاولة تصنع تقريبا 150 دينار في الاتولي نتاع تونسير، يسافر بها يرجع من غدو الطائرة تصبح تخدم على روحها. قلنا انه يظهر لي ما ينقص حتى شيء من قيمة السيد رئيس الجمهورية المعروف بنضاله، ها؟ إذا كان باش يسافر في طائرة خاصة به افخيتي باغ تونسير، من غدو الطائرة تصبح تخدم على روحها.